على قرض بقيمة 4000 جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بالتنمية الصناعية. دلوقتي يمكن لأي شخص إن هو يحصل على قرض من 1900 جنيه إلى 4000 جنيه هيقسطهم على 7 سنين تبع البنك التنمية العربية. دوت حسب طبعا طريقة التقسيط اللي هي 7 سنوات أو هتاخد من 1900 أو 4000 جنيه حسب الشركة اللي بتتعاقد مع البنك نوعها إيه، وهتكون التقسيط تبع فاتورة الغاز أو فاتورة المياه. الخبر دوت نهاية أخبارنا النهاردة، والنهاردة كده أخبارنا العقارية انتهت، لكن تابعوني طول الأسبوع على صفحة الفيسبوك وعلى تويتر وعلى اليوتيوب، هتلاقوا الأخبار العقارية والاستشارات القانونية العقارية طول الأسبوع معاكم، وأي حد عنده أي شكوى في العقارات هيبعتها لي وهرد عليه في الحلقة.